دخل كتير جدا من المزارعين السجون وهكذا، لانه حصل لهم احصار. التغنيه كما ذكرت لك ما زالت متخلفه، لم تدخل اي تغنيه متطوره. الري وهو العماد الاساسي لقانون لمشروع الجزيره لم يطرا عليه التحسن المطلوب، يعني حتى الوضع القديم للري كمان تراجع. لكن كل هذا لا يمنع على انه ما زالت النوايا موجوده، واعتقد ما زالت لو حسنت النوايا او لو الدوله تدخلت الان بصوره اوسع او جاءت شركات كبيره جدا بتاع التمويل يمكن ان يتطور المشروع. الحمد لله المشروع عظمه سليم، ما زالت الارض موجوده، الارض الطينيه الخصبه الصماء لانتاج القطن ولانتاج الفول السوداني والذره ما زالت موجوده، المزارع ما زال موجود، ولكن طبق المثل بعد ذاك في قنوات الري في نظام اداري متطور، في تقنيه متطوره، لانه المعدل بتاع الانتاجيه متخلف جدا جدا في الجزيرة وفي كل السودان. يعني حتى عندك في القضارف الليلة الفدان متصل الانتاجية بتاعته شوالين، في حين أنه في العالم كله 20 و25 انت ماشي. فمشروع الجزيرة يحتاج الآن لأموال ضخمة، ويحتاج لشركات تجديد عملية الاستثمار والتسويق وهكذا. يعني نستطيع أن نقول بروفيسور البوني أن الإشكالية الآن في مشروع الجزيرة تتعلق بالسياسات الزراعية المتعلقة بإدارة العملية وكذلك التمويل وما إلى ذلك، هي سياسات زراعية، سياسة في هي التي أدت إلى تدهور المشروع وليس لأسباب عالمية. بالضبط بالضبط، يعني السياسات الزراعية لم يطرأ عليها التطوير المطلوب، كل الذي تم أنه ألغيت الإدارة القديمة وغلصت وجيء بإدارة جديدة بتعاقدات جديدة على أمل أن تخفف العبء الإداري، على أمل أن تغلص الظل الإداري أو تلغيه لكي يزرع المزارع ما يريد. هذه حتى ذات أدت إلى بعض الإشكالات، يعني الحرية كمان التي أعطيت للمزارع لم تنفذ بالصورة المطلوبة. بتلقى النمرة أو الوحدة الإنتاجية الواحدة اللي هي 90 فدان يزرع فيها قطن وفول ولوبيا وهكذا، وهذا مضر جدا بالعمليه، يعني من حتى الحريه يعني لم تنظم التنظيم المطلوب. فهذه ايضا اشكاليه. فانا اعتقد تمليك المزارع، انا اعتقد ان تمليك المزارع للحواشه وحده بدون المعينات الاخرى لم لا يحقق النتيجة المرجوة منها بأي حال من الأحوال. نعم. الزراعة دائرة مدخلات ودائرة مستخرجات، إنبوتس وأوتبوتس، دخلت فيها قروش كثيرة بتديك قروش كثيرة، ما دخلت قروش ما بتديك. نعم. طبعا يعني القانون كذلك خير المزارع بالمحصول الذي يود زراعته في أي موسم. أنا سأعود إليك فيما يتعلق بالمشروع بروفيسور البوني فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، الحرية الواسعة التي منحها القانون بحجة التمليك طبعا للمزارع. أتوجه الآن إلى السيد محمد أحمد إبراهيم في ود مدني. نعم سيد محمد أحمد، أرجو أن يكون الصوت هذه المرة جيدا، استمعت إلى ما تفضل به البروفيسور الموني. نعم أسمعه جيدا إن شاء الله. ما الأسباب التي أدت لتدهور المشروع من حيث تراجع الإنتاج وكذلك الخدمات برأيك؟ حقيقة ثانية شخصي. نعم تفضل 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 أسمعك. حقيقة الأسباب التي أدت إلى تدهور المشروع يعني كانت أسباب كثيرة جدا، وأسباب مبررة لنبوذ الإصلاح عبر قانون 2005. وحقيقة المشروع كان مشروع دولة والتعامل فيه يتم مع الدولة، وكان دور المزارع فيه دور بتاع تنفيذ تعليمات لكن لما يتعامل قانون 2005 يتعامل أساسا عشان يعمل إصلاح داخل هذا المشروع ويؤدي إلى تحول في المشروع، والتحول لا يمكن ان يتم بين يعني عشيه وضحاها. التحول فعلا زي ما ذكر البروفيسور البوني يحتاج الى فتره انتقاليه، والان يمكن نكون نحن نعيش اخر الفترات الانتقاليه، لانه حتى الان نحن بنعمل على تنزيل قانون 2005 الى ارض الواقع، سواء كان في تمليك الحواشات حتى الان لم يكتمل، واتمنى ان يكتمل خلال هذا العام حتى يصبح المزارع فعلا هو مالك حقيقي، يستطيع ان يمول تمويل حقيقي من البنوك بمسؤوليه تامه بضمانات الشخصيه وضمانات حواشته، وده الهدف الاساسي اساسا من قانون 2005. الاصلاح زي ما قلت لا يمكن ان يتم بين عشيه وضحاها، نحن الان نمشي في مجال الاصلاح في
في تاسيس شركات للقطاع الخاص، والقطاع الخاص نصح له القانون له دور خاص في المشروع، في التمويل عموما يعني سواء كان تحضير اراضي، تمويل تداوي وغيرها. الان نحن بنمشي ماشيين في اتجاه مع البنك الزراعي في اتجاه تمويل عمل شركات ضخمه جدا تولى العمل في اداره هذا المشروع وفي تمويل هذا المشروع وفي حفر القنوات وإزالة الأطماع وتقديم العمل التجاري، لأنه بدلا من الهندسة الزراعية التي كانت هيكل حق الدولة وتمويل الدولة وبصرف عالي جدا، أصبح الآن المشروع يمول عمل يتم فيه إنجاز العمل عبر الشركات الخاصة ودي بتعويض خاصة مباشرة مع المزارعين. وأنا أفتكر يعني نستطيع خلال هذا العام، يعني صرنا الآن نشتري 6 شركات وحنعمل ثاني الآن 6 شركات، والشركات دي حتتولى الإدارة الكلية في أقسام الري في تقديم الخدمة المباشرة للمزارع، سواء كان في تحضير الأراضي، في توفير التداوي، في تحضير القنوات، في توصيل مياه الري إلى فم حواشي المزارع. وعندما يكتمل تأسيس هذه الشركات أنا أفتكر بنكون خرجنا نهائيا من الاختناقات التي كنا نعيش فيها نعيشها في الفترات. نعم سابقا. نعم سيد نعم ما مدى نعم عفوا نعم. سيد محمد احمد يعني ما مدى يعني التزام البنوك او حماسها لتمويل المزارعين طالما ان الاشكاليه الان تتعلق بالتمويل؟ نعم. لكم الان شركات كما اشرت ستتولى عمليه الري داخل المشروع، هل هنالك تشجيع من البنوك للمزارعين وخاصه صغار المزارعين؟ هذه الشركات عندما تكتمل حتتولى خدمات متكامله للمزارعين، نهدف الى تولي خدمات متكامله في توصيل حتى الماء يصل الى داخل فم حواشي المزارع، هو ما عليه الا بعد ان يدير العمل داخل حواشته. هذه الشركات مسؤوله من تحضير الاراضي، حتكون ان شاء الله مسؤوله من توفير التداوي، مسؤوله من توفير التمويل، حتكون مسؤوله ايضا من تحضير القنوات الكبرى والقنوات الصغرى وداخل وقنوات الحق. وبالتالي انا افتكر العمل ده لما يكتمل بصورته النهائيه أنا أفتكر بيدينا الصورة الحقيقية للشكل اللي احنا مصورينه لمشروع الجزيرة بشكل الحقيقي. نعم. و نعم تفضل. نعم. أيوة. وحقيقة يعني الآن نحن يعني مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع البنك الزراعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، يعمل على إنشاء هذه الشركات. وبدأت هذه الشركات هذا العام بداية طيبة، بحجة إنه نحن الآن يعني يمكن يكون بعد في بدايه 2006 يعني تغلط الزراعه بالقطن وزرعنا في مساحه 31,000 فدان، بعدها مساحه 70,000 فدان. الان نحن بنزرع في القطن غرابه 170,000 فدان. نعم. وانا افتكر في خطوه كبيره جدا نحو الاصلاح، لانه القطن ده في المشروع هو العصب الاساسي. نعم. اللي انشات شركات جميل الانجليز. ابقى معنا. نعم. نعم سيد أيوة. محمد احمد نعم ولذلك انا وقتها الان بحجم انتاجيه عالي جدا. نعم انا سعود اليك يعني سيد محمد احمد. نعم سيد محمد احمد ابراهيم ابقى معي، انا سعود اليك للحديث كذلك عن المحاصيل المختلفه في العروتين الصيفيه والشتويه في مشروع الجزيره، لكن دعني اتوجه الان للبروفيسور البوني. نعم بروفيسور